تألق يعني رائع للقلعة الحمراء. مباراة كانت قوية جدا طبعا، انتهى زي ما حضراتكم عارفين بفوز النادي الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، فوز كبير جدا. لعيبة النادي الأهلي الحقيقة يعني أثبتوا من خلال مباراة الأمس إن هم ما يقدروش أبدا يزعلوا الجماهير، انتفضوا في مباراة الأمس وقدموا جيم مميز جدا في الدوري وقدروا يحققوا الفوز، وبكده الأهلي ارتقى للمركز الثاني برصيد 45 نقطة، طبعا بيسبقوا الزمالك ب 61 نقطة، بس طبعا أخذا في الاعتبار فارق المباريات المؤجلة اللي لسه هيلعبها النادي الأهلي إن شاء الله. ده كلام محترم، وزي ما احنا كلنا تابعنا الاهلي سجل ثلاثيه في 5 دقائق، بنتكلم في 5 دقائق في الشوط الاول يا ساده. تقدم محمد شريف بالهدف الاول كان رائع جدا، كان تحديدا في الدقيقه 40، اضاف بعد كده حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقه 42، وبعدين سجل علي معلول الهدف الثالث في الدقيقه 45 من ركله كانت جزاء صحيحه بعد عرقله حسين الشحات زي ما كلنا تابعنا اللي كانت داخل منطقه الجزاء. في الشوط الثاني بقى كان الهدف الرابع ليا محمد شريف ايضا، واعتقد امبارح محمد شريف محمد مجدي قفشه طبعا كلهم كانوا نجوم، لكن كان في كده برضو اسماء امبارح لامعه بزياده يعني، وهنتكلم برضو عنها بشكل اكثر تفصيلا. بس امبارح مباراه هنرجع نقول كانت حلوه، استمتعنا. دايما كنا بنقول يا كريم عايزين نفوز، ولكن احنا دايما بنضيف عايزين نشوف كوره حلوه. احنا شفنا الاثنين الصراحه امبارح يعني بكل تاكيد. حصل بالفعل، وطبعا كل اللعيبه يستحقوا مننا كل الشكر والتقدير. شكرا شريف، شكرا معلول، شكرا حسين الشحات، وطبعا شكرا كل رجاله الفريق، ابدعت جدا. ولسه احنا منتظرين منكم الكثير، لسه قدامنا مباراه المقاولين العرب، ولسه عندنا ماتش المقصه، وطبعا المباراه اللي كلنا يعني متشوقين وفي انتظارها على احر من الجمر، مباراه الاهلي وكايزر تشيفز، وهي الحدث الرياضي الافريقي الاهم حاليا. كل التوفيق لفريقنا، واكيد هيبقى لنا كلام كثير النهارده عن المباراه من خلال حلقتنا. بص لو احنا هنتكلم برضو سريعا يا كريم، يعني اكيد سموحه نادي مش صغير، اكيد نادي قوي، ولكن امبارح نقدر نقول هارد لك اكيد ليه في البدايه، وهو كانت خساره برضو كبيره بحجمه، يعني هي كانت خساره كبيره بس بحجمه، بس هارد لك، وهو فريق طبعا قوي يعني. لعب يمكن مع بيراميدز ماتش كان قوي جدا لما كسب 3-0، ويمكن برضو المستوى ما كانش قوي مع الاسماعيلي لما كان بيلعب، يعني معلش هي دي كره القدم، ولكن امبارح نقدر نقول بجد ان الاهلي لعب مباراه اكثر من رائعه.